النهارده عيد بعد مرور سنتين من الانقلاب وبعد المجازر دي كلها. احنا بنؤكد في استمرارنا وثورتنا وان احنا مش ناسيين المعتقلين ولا الشهداء، وان شاء الله نجيب حقهم. واحب اوصل رساله للرئيس مرسي، اقول له كل عام وانت حر وكل عام وانت صامد، وان شاء الله تعود لينا في اقرب وقت ممكن. انت كل المعتقلين باذن الله. انا وقت شهيد انس الثلاث، ان شاء الله احنا مفرحين وصامدين، احنا ما خسناش لما استشهد، بالعكس احنا مكملين، وان شاء الله هنجيب حقه يا رب، ان شاء الله ينتقم من الظالمين، ان شاء الله هنجيب حقه. كل عام وانتم بخير على الأمة الإسلامية جميعا، وعلى الأحرار خاصة في كل جميع العالم، وعلى المعتقلين، وعلى أخواننا وأمهات الشهداء وآباء الشهداء، وعلى كل الأمة الإسلامية. وندعو الله أن يفك أسر مصر وسائر دول العالم في الإسلام والمسلمين في كل أرض ومكان، ونسأل الله يا رب الشهادة في سبيله، ونسأل الله أن يحررنا ويفك كرب مصر يا رب، وسائر بلاد المسلمين في جميع العالم يا رب العالمين، وأن يسقط هذا الانقلاب الغاشم الفاشي. حسبنا الله ونعم الوكيل. شهيد أنس رمضان محمد وزوجة المعتقل رمضان محمد إبراهيم. قبل أي حاجة أنا بهني الدكتور مرسي وبقول له كل سنة وأنت طيب، وإن شاء الله بإذن الله العيد الجاي إن شاء الله يكون فلسطين ويكون قادم على الانقلاب، وأنت اللي علمتنا الصبور والسمود، وإن شاء الله أنا بوجه رسالة لكل أم شهيد وأم المعتقل، إن شاء الله بإذن الله النصر قادم إن شاء الله، ومكملين وكل عام وأنتم بخير.